اليوم انا متعاطفه مع سعيد لانه يحاول يسوي دايت مو بقادر ينزل وزنه بالطريقه المثاليه. هي. الدايت يبالها مثابره واراده يا سعيد، ومو بدوم الهدف هو انقاص الوزن، انما حياه صحيه خاليه من المشاكل. على سبيل المثال حميه الداش اللي اسمها اختصار دايتري ابروش اوف ستوب هايبرتنشن، وهدفها وقف ارتفاع ضغط الدم عبر نظام غذائي. وثبت ان اتباع هاي الحميه لمده 14 يوم يضمن انخفاض ضغط الدم بشكل بسيط، والنتائج جيده جدا على المدى الطويل. هدف حميه داش تقليل كميه الصوديوم في النظام الغذائي، والتركيز على اغذيه مفيده للقلب والشرايين وغنيه بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم لخفض الضغط. وبالتالي هي حميه غنيه بالاسماك والدواجن والخضروات والفواكه والبقوليات الغنيه بالالياف والحليب قليل الدسم وزيت الزيتون والمكسرات الخالية من الملح. والهدف يبقى معدل الصوديوم بين 1500 و2300 ملغرام في اليوم. مليار شخص حول العالم يعانون من ضغط الدم، وبإمكانهم التخلص من هالمشكلة عبر حمية داش، شرط الالتزام. وعساكم دوم صحة وسعادة.